ما كاينش لوبيتال، ما كاينش لافاك، ما كاينش لوبيتال، حيت كاينين لي كلينيك ديال سيتياماني. لي كلينيك ديال سيتياماني هما لي زيكزام لي كيدوزوهم سيتياماني، اون فوا كيفاليديوهم كيبداو يصوبو لا تيست ديالهم. السيرفيس ديالنا غادي يكون عامل بسيتياماني، سكي فيغيرو لي زيكستيغر ما ديوش اليوم وما ديوش غدا. مادام يوما خاوي باقي معطلين في السيمستر ديالنا، غادي نمشي للبيبليوتيك باش نحفظ ونبدا لا بريباراسيون. غادي نديكم معايا، كاينه واحد البيبليوتيك فراسي، إذا لقيتها ولقيتها زوينه راه غنصورها لكم ونغوكومونديها لكم. قولوا لي اون كومونتير واش بغيتو نقولها لكم ونلوح لكم لا لوكاليزاسيون ديالها في انستغرام. سينو ما عجبتنيش، ما زويناش، ما لقيتهاش، حيت باقي ما عرفتش فين كاين، راه غنمشي نقلب عليها، راه ما غاديش بارطاجيها معكم، وغادي نشوف شي بلاصه اخرى نحفظ فيها. المهم هادي نتوما معايا، and tell me in the comments واش كتبغيو لي فلوغ ولا نبقاو في الكونتيكست ديال اورينتاسيون ايتو. ما تنساوش قولوا لي في الكومونتير وخليو ان تي لايك باش تشجعوني. يلا نمشي.
guys, رجعت للدار. As you saw, الحمد لله مزيان كلشي على خير. الحاجة اللي غادي نبغي نقول لكم زعما ورا هادشي is like have a quality time with yourself. والله when you feel زعما like depressed or overwhelmed, have a quality time with yourself. دير داكشي اللي كيعجبك, حيد راسك شوية على لونطوغار واعزل راسك ودير داكشي اللي كيعجبك. هما هادشي اللي بغيت نقول لكم ورا هادشي. ودابا يلا نوريكم شنو شريت. نبداو اول حاجة شنو شريت. الوغ شريت من مينيزو هاد لي بوند لي بيان سيغ خداهم كاع البنات, لي بوند ديال لي بوان نواغ. خديت واحد لانيمالغي لو شا ديالي. او ماي جاد ام سو هابي حتى هو غيكون هابي. خديت لي هاد لابغوس هادي كاع ما شفتها الصراحه. لايك دير لها بحال هكا. واو زوينه كتبسط ليه. ديت لي بونبون, لي بونبون ديال لي شا هادو ديال الصوم. خديت ليه باتي بيان سور اي خديت ليه ويا شوفوا وين مستي ولكن وين it's about my cat كان ولي حدا اخرى. صافي هادشي اللي كنت كنقول لكم. الحمد لله جي غونوف لي موني يرجع واحد شويه. I know studying can be hard. I know social relationships can be hard for me also. I have زعما عندي مشكل مع لي غولاسيون سوسيال. So yeah, just is your reminder ان life is not easy. ماشي تاع اي حاجه زوينه وماشي اي حاجه سهله, ولكن داكشي اللي ما ساهلش هو اللي عنده الطعم ديالو. It's like I'm giving you a reminder to feel proud. اول حاجه باي accomplishment درتي just be proud and step by step كنمشيو للحاجه اللي بغيناها زوينه. and انايا for me شي حاجه اللي كتفرحني, شي حاجه اللي makes me happy is you. والله حتى ملي كندير لي فيديو ليكم وكنهضر معكم and I receive your messages I became so happy. كنحس بان عندي واحد كيفاش نقول واحد تغيير اللي كنديرو في هذا العالم ولو غير شويه. الا عاونت غير واحد فيكم, الا فرحت غير واحد فيكم, الا عطيت موتيفاسيون, الا عطيت الهوب غير واحد فيكم I became so happy. سورتو ملي كنتلاقى مع اخرى فاكر كتقول لي شيماء موتيفيتيني فريمون. ملي كنت في بيريود خيبه تفرجت لي فيديو دوك موتيفيت والله حتى صامتوش بوكو الحمد لله. and this is it. هادشي اللي كاين. feel proud and keep going. life is not easy but حنا اللي كنختارو الفيت ديالنا, حنا اللي كنختارو البات اللي غنمشيو بيه باش نوصلو الفيت ديالنا. this is it. I hope you liked the video. ما تنساوش انكم ديروا سبسكرايب لاشين, تلايكوا لا فيديو الا عجبكم, تريكومونديوه لاصحابكم باش يطلع لا فيديو بحال كيشوفوا بزاف ديال الناس. I'm making so much effort in my videos. كنتمنى انهم يكونوا كيعجبوكم. see you guys in the next video. تهلاو فراسكم. باي باي.